الثالث من أركان الإيمان. إيمان تتيسر ركن. الإيمان بالكتب، بجميع الكتب المنزلة من السماء. جي كاهي بستك الله نيا جغاد لا دهلي لأهد آپن تاور إيمان ٹھوتاو. نؤمن بأنها كلام الله. آپن إيمان ٹھوتاو كي هي الله تعالى چه كلام آهد. منزلة غير مخلوقة. الله ني يالا نازل كيلين آني هي مخلوق ناهي آهد. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. أبان إيمان ठेवतो की الله تعالى ने प्रत्येक प्रेषित बद्दल त्यांना एक किताब दिलेली आहे. نؤمن بجميع الكتب. سرو पुस्तकावर आपला ایمان आहे. ونؤمن بما علم أن الله سبحانه وتعالى من أسماء هذه الكتب. आणि الله تعالى ने चंद किताबांचे आपल्याला नाव सांगितलेले आहेत. تنور پر اپن ایمان ٹھوتو القرآن منجي قرآن والتوراة آنی توراة والإنجيل إنجيل منجي بائبل والزبور آنی زبور منجي داود علیہ السلام چی کتاب وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام آنی إبراهيم آنی موسى لا پن جے پستک دلیلے کے لئے ہوتے نؤمن بأنها كلام الله اپن ہے ایمان ٹھوتو کہ ہے سرو اللہ چے کلام ہے نؤمن بما فيها من اخبار واحكام आणि जे काही अल्लाहने अहकाम यातलं पाठवलेले आहेत त्यांवर आपण ईमान ठेवतो لكن لا نطالع هذه الكتب ولا نقرا ما فيها نقرا فقط القران والسنه पण आपण बहसियत मुस्लिम फक्त आपण कुरानची तिलावत करता बाकी जितके पण पुस्तक आहे त्याला नाही परत